نعم السيد المستشار السي محمد مبروك، هذا المشروع ديال تجزئة الحمراء سيقارب السنتين ولم يخرج بعد لحيز الوجود. تقريبا في سنة 2004 شرع في نزع ملكيات هذه الأرض لتشين المشروع عليها. ربما الاتفاقية التي وقعت وقع خمسة أطراف، إدارة العمران، وزارة الداخلية، أعمال صخرة تمرة، المجلس الجماعي، ووزارة الإسكان. اليوم المشروع قرب أن يخرج إلى حيز الوجود، مرت كما قلنا ما يقارب عقدين من الزمن. هل لم يجتمع هؤلاء الأطراف الخمسة، واش ما اجتمعتوش من أجل تقييم وتدارس أين وصل المشروع؟ أولا بكل صراحة المشروع خذ وقت كثير وتعطل، رغم أنه مشروع اللي كنقولوا كما سبق ليا قلت لك أنه مشروع اللي كيستهدف واحد الساكنة ومبني على واحد تعليمات ملكية وتوجهات ديال الحكومة وإرادة ديال المجلس ومتطلبات ديال الساكنة في الحصول على السكن اللائق، بدا من تقريبا الإجراءات الفعلية تقريبا من 2006 في المسطرة ديال النزع الملكية هذه المهم، تقريبا حتى 2014 باش كانت الاتفاقية النهائية اللي مصادقين عليها الأطراف. بدأ في عهد الواضح ثم في سي المدن 2003-2009 نعم و 2009-2015 نعم المجلس الحالي نعم. إذا ثلاثة ولايات جماعية، ولايات في إخراج مشروع واحد للوجود نعم، ولا زال متعثرا، لا يعني كيتعرض لواحد الإكراهات، ربما من الإكراهات اللي كتعلق بالتدبير ديالو داخل ديال المجلس، او ممكن نقولوا إكراهات سياسية تعرض مجموعة من الإكراهات، ودي للمواطن ما عنده حتى شي علاقة بها، المواطن متضرر يعني خصو سكن لائق. ولكن علاش ما فكرتوش مثلا السي مبروك باعتبارك مستشار، علاش ما فكرتوش انكم مثلا ديروا شي يوم دراسي من اجل تقريب وجهات النظر وتعرفوا المشكل فين كاين الخلل؟ علاش هاد مثلا هاد الاطراف اللي وقعوا الاتفاقيه ما عمركم ما اجتمعتوا؟ انا بكل صراحه الاطراف اللي وقعت راه اطراف ديال المؤسسات ديال الدوله، ملي كتشوف توقيع الاتفاقيه موقع من طرف حجيرة وزير الداخلية، نعم. سيد وزير السكنة، نعم. سيد حجيرة أنا ذاك، نعم. نعم. سيد العامل، نعم. سيد الرئيس بناء على مقرر ديال المجلس، نعم. وكاين آلية من داخل هذه الاتفاقية، واحد الآلية من الآليات ما كتحركش، واحد نعم. البند ديال المواكبة، نعم. هذا البند المواكبة اللي تقريبا هو اللي ماشي غادي نقولوا هو اللي عنده واحد السبب ديال التأخير، هو اللي كان خصو يتحرك، للأسف أنا ما عرفتش الطريقة ديالو فصل 9 من الاتفاقية. ماذا يقول هذا الفصل التاسع؟ لجنة التنسيق وتتبع المشروع، قال تحت لجنة التنسيق وتتبع المشروع يرأسها السيد العامل تمارا أو من ينوب عنه، وتتألف من مدير العمران الرباط أو من ينوب عنه، وتتألف من رئيس جامعة عينتيك أو من ينوب عنه، وكذلك مندوب الإسكان والتعمير أو من ينوب. هذه اللجنة كتجتمع بمقر العمل على الأقل مرة كل شهر، وكلما دعا الضرورة إلى ذلك من أجل الحس على ديناميكية المشروع وحل جميع المشاكل التي يمكن أن تصادفها العملية واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل إنجاح العملية. هذا البند على حسابي أنا ما عمرش واحد قال لي شي حاجة، لا كان ممثل الساكنة ولا التدبير ديالو إلا بالمقترحات اللي كنا نديرو في المجلس، وكما هذا المقترح الأخير هو الترفض، نعم. ديال المناقشة ديال ما عمر سميتو حضرت شي اجتماع، ماشي ربما ما عمر شي واحد استدعاني، نعم. رغم أنه مشروع
اللي عنده واحد الحساسيه كبيره وعنده واحد حق من حقوق ديال السكان في حال السكان حسب السكن اللائق. انا كن الموقف ديالي هذه اللجنه كون كانت عندها واحد المتابعه المشروع ما غاديش نوقفوا في هذه الاختلالات. قلت صح. نعم نعم سي مبروك، ما هي الرساله او الرسائل التي تود بعثها عبر المتدخلين في هذه الاتفاقيه او عبر او للمسؤولين بصفه عامه؟ السيد العامل، السيد رئيس المجلس البلدي، لاداره العمره، لوزاره الاسكان. انا بالنسبه لي هذا المشروع، بالنسبه لي الملتمسات اللي غادي نوجه للاطراف الموقع مع كامل احتراماتي اليوم، هي تشبتوا بالتعليمات الساميه اللي جات في الاتفاقيه. نعم. التعليمات الساميه لصاحب الجلاله في حصول على راجعت في الديباجه ديال الاتفاقيه في حصول على سكن الله عائد كباقي المدن. هذا اش كيستدعي؟ كل واحد ضافر الجهود وكل واحد يتحمل مسؤوليته في هذا. ما يمكنش واحد المشروع اللي خدا 20 سنه على ما يقارب تقريبا راه من 2004 سميتو، راه حنا غادي في واحد 14 سنه ولا 16 سنه وباقي ما دخلش الحيز الوجود ودخل في المراحل النهائيه وندخلوا في هذه المبررات الواهيه للمواطن اللي كيعاني وحنا كنبرروا المبررات الواهيه في اخراج هذا المشروع الحيز الوجود. ماشي حنا، الاطراف كل واحد يتحمل مسؤوليته. نعم. اللي كان سميتو راه بكل صراحه اذا كان كل واحد يتحمل مسؤوليته كما كان طالب المره الاولى هذا الملف ديال هذه العمليه ديال المحمرة راه وصلت واحد الوقيته اللي خصو تكون واحد اللجنه ديال التحقيق باش تحدد المسؤوليات في الطرف اللي مخل بالتنفيذ ديال البنود ديال الاتفاقيه. نعم. واخراج هذا المشروع لسببين، اولا تماشيا مع توجهات التعليمات الملكيه والتوجهات ديال الحكومه في هذا المجال، وكذلك استجابه للمطالب ديال الساكنه في الحصول ديالها على السكن اللائق كباقي المواطنين. اذا شكرا ونكتفي بهذا.